بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي. بالظبط. وخلي بالك مش انا لوحدي يعني، اي حد لو مكانيه هيغير الفكره. اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص قبل ما اقول لك حاجه، انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق سعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو، مفيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. مفيش. ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا اكون صريح. انا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته تانية خالص. بس ده بجد يعني في كل حاجه. يعني انا بكلمك بصراحه، سيبك بقى من اهلي وزمالك. انت يا جماعه محدش هيعرف يقارن بين النادي الاهلي والزمالك الا لما تدخل جوه هنا وجوه هنا. ده حقيقه. انا اقول لك على حاجه، اقسم بالله ورحمه بابايا، انا في النادي الزمالك، انا حتى في فيديو ليا على اليوتيوب وانا في نادي الزمالك، عندنا ماتش في الجزيره وكنا كسبانين 1-0 والنادي الاهلي اتحسب له ضرب جزاء في اخر الماتش وبتاع، وتعادلوا معانا او تقريبا او كسبونا 2-1 في اخر دقيقه حاجه زي كده. طول عمرهم بيكسبوا في اخر دقيقه يعني. فاليوم ده انا طلعت اتكلمت وحش جدا على النادي الاهلي جدا. قلت هم بيكسبوا بالحكام ومش عارف ايه. انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك، النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى. يعني دولة ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسة. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، مفيش الكلام ده يا جماعة خالص. مفيش الكلام ده خالص. ممكن الفترة مثلا فترة من فترات النادي الاهلي اتظلم، النادي الزمالك اتظلم فيها ممكن تحكيميا او اعلاميا او بس دي مالهاش علاقة بان انت تقول الحق في او تقول الحقيقة ان انت شفتها في النادي الاهلي. لا انا مش قادر ان انا نافق. لا النادي الاهلي في حتة تانية خالص يا جماعة، في حتة تانية خالص. كلام كرره أكثر من لاعب خرج من الأهلي ولم يستمر. اللاعب اللي بيخرج يا جماعة من النادي الأهلي بتتوقع أنه يكون متضايق، يعني عنده غصة. لكن لما تجد أن شريف حازم بيقول نفس الكلام، ولو عادت الأيام لاخترت الأهلي. لما تجد أن هاني العجيزي أهو، لما تجد أن كابتن شريف عفضيل بيقول هذا الكلام. لا، كل اللعيبه اللي خرجت من النادي الاهلي تقريبا الا قليلا تشعر ان هم يعني قدروا الفتره يا استاذ ابراهيم وشافوا الحقيقه بعينيهم. كنا بنقول حكومه، كنا بنقول مش عارف ايه، وكنا بنقول المجامله. لما دخلت النادي الاهلي ما لقيتش الكلام ده كله. كل الناس تتحدث على الاهلي باحترام، وقال لك هات لي حد يقول لك ما كانش نفسي ابطل في النادي الاهلي. هذا كلام مهم جدا جدا، لانه هو ده اللي بيحط النقط على الحروف، مش عاطفتنا اللي بتتكلم بالظبط، ولكن تجارب الاخرين الواقعيه تتحدث عن نفسها. واحد بيقول لك انا كنت بكره الاهلي. يعني لا، وقال لك كانوا معايشيننا ومعرفيننا على انه الاهلي ده حاجه وحشه قوي، ودي برضو نقطه مهمه في تربيه الناشئ الحقيقه. لا يعني انا مش عايز القي باللائمه. لا انا بقول على منافس بيحاول يعمل ايه؟ انا بألقي باللائمه على مدرب الناشئين. مدرب الناشئين في الزمالك، في الاهلي، في الاسماعيلي، في كل الانديه. لان انا عارف ان في هم مدربين هم اللي بيعملوا الاحتقان. طبعا في مدربين في الزمالك انت عمال تحقن في الناشئ كراهيه المنافس، وبتصور له زي ما هاني العجيزي قال، بيصوروا لنا حاجات غريبه جدا. انت عارف بتعمل ايه يا استاذ ابراهيم؟ فبتكون مناخ. انت عارف بتعمل ايه؟ تعرف ليه بيعمل كده؟ بيخلق له المبرر لفشله. هو ليه هيخسر؟ ايوه، مش خسر. هو بيجهزه، يا ابني انت هتلعب وهتتظلم تحكيميا والدوله عايزه الاهلي يكسب. العب بقى. فبينزل مهزوم. كيف تخلق شخصيه بطل من انك تطلع واحد بهذه المظلوميه؟ ودي في السياسه حتى طبعا اصبحت هناك اقليات تصدر لك هذا الكلام. القمع والديمقراطية مش عارف الديكتاتورية ليه ده سبب فشادنا؟ أحزاب كثيرة جدا بقى لنا 30-40 سنة ما فيش حزب عارف يقول لك أصل الدولة مش عايزانا. يعني الدولة تعمل لك إيه؟ لو أنت حزب قوي ما تنزل الشارع تشتغل. الله، هتعمل لك إيه؟ هو الوفد ما اتبنى طلع كان حزب قوي جدا. لكن يعني الحقيقة أحسن حاجة ألا تلتفت خلفك. أحسن حاجة وأنت تنظر إلى الأمام واحد سابقك إن كل همك إنك تحصله.
مش انك انت تحاول تكعبله. تحصله ازاي وهو في حته بعيده لوحده خالص؟ حاول.